ابن الوز عوام. واحدة من الأمثال اللي دايما بنقولها لما بيكون في صفات في الأب موجودة في الابن. علشان كده خلينا أقولك أصل فصل المثل ده اللي كتير مننا بيقولوه من غير ما يعرفوا قصته. في يوم من الأيام كان في راجل بيحب تربية الطيور وكان مربي عنده وزة. الوزة باضت بطين بس للأسف الوزة ماتت، والراجل خد البطين بتوع الوزة وحطهم وسط بيض الفرخة عشان يكبروا وسط كتاكيت الفرخة. وفي يوم من الأيام كانت الفرخة هي وكتاكيتها ومعاهم الوزتين في مكان قريب من بركة مية، وراحوا الوزتين نطوا في المية وعاموا من غير تدريب ليهم أو وجود وزة عشان تعلمهم. ولما الراجل شافهم قال وقتها ابن الوز عوام. عمرك بقى شفت وزة مش بتعرف تعوم؟